طلابنا الكرام فتوح العارفين. نسأل الله سبحانه وتعالى كل هنا 105 تلاميذ تم تكريمهم يعني بهدايا قيمه، وهو ستانجست يعني عنده بعده الاجتماعي للتلاميذ، وهذا تشجيع ثاني للمبادره. هذا التشجيع قد اتى بثماره، والدليل على ذلك ان نسبه النجاح في البكالوريا قبل ثلاث سنوات كانت بمعدل لا يتجاوز 40%، والان اصبحت الثانويه حققت نجاح بمعدل تجاوز 60%. نشكر مجمع بن عماره على تشجيعه لنا، ونشكر اساتذتنا الكرام الذين ساهموا في نجاحنا. نشكر مجمع عمر بن عماره على هذه المشاركه، وايضا العائله الكريمه على كل المجهودات التي قامت بها.